أهلاً وسهلاً بكم أصدقاء إثراء. هل أنتم مستعدون لنشاط اليوم؟ ما رأيكم أن نصنع بأنفسنا المشكال؟ وهو أنبوب مكون من 3 مرايا التي تعمل على عكس الصور وتصنع عدة أنماط متماثلة وجميلة. الأدوات التي نحتاجها: ورق الألمنيوم، قطعتان من الأنبوب الكرتوني، قلم، مقص، أوراق ملونة، ورق شفاف، ورق مقوى، شريط لاصق ملون، مسطرة، خرز أو أي قطع ملونة، بلاستيك شفاف. والآن حان وقت التزيين. نضع قاعدة الأنبوب على الورق الملون ونحددها، ثم نقصها لنحصل على شكل دائرة. نكرر هذه الخطوة على الورق الشفاف مرة وعلى البلاستيك مرتين. نثني قطعة الورق الملون ونفردها من المنتصف، ثم نضعها على طرف الأنبوب ونثبتها باستخدام الشريط اللاصق. نقص الورق المقوى ونلصق عليه ورق الألمنيوم، ثم نقص الأجزاء الزائدة منه. نثني الورقة مرتين حتى نحصل على منشور ثلاثي الشكل. نثبت أطرافه بالشريط اللاصق ثم ندخله في الأنبوب. نضع قطعة البلاستيك الصغيرة داخل الأنبوب. نأخذ الأنبوب الآخر ونقص منه حلقة صغيرة، ثم نقص الحلقة من المنتصف ونثنيها لتصبح أصغر قليلا. نستخدم قطعة الورق الشفاف ونثبتها بطرف الحلقة المتحركة، ومن ثم نثبت فوقها قطعة البلاستيك الأخرى. نزين المشكال بالورق الملون أو الشرائط اللاصقة الملونة أو أي زينة ترغبون بها. نملأ الحلقة المتحركة بأي قطعة ملونة لديكم. أدخلوا الحلقة في الأنبوب ووجهوا المشكال نحو الضوء، ثم حركوها ببطء. هل ترون الأنماط المبهرة؟ يمكنكم أيضاً إزالة الحلقة المتحركة واستخدام المشكال في استكشاف الأنماط في بعض الصور أو أي شيء من حولنا. ما هي الخاصية العلمية التي تحدث عند انعكاس الأجسام في المرآة؟ شاركونا إبداعاتكم من خلال هاشتاغ إثراء معك على تويتر، وشكراً للمشاهدة.